ورحمة الله وبركاته. النهاردة عملنا العروسة دي بفرخ وورق فوم واحد، وكمان اتبقى من الفرخ يعني كتير ممكن نعمل بيه اي اشكال. وطبعا العروسة دي بتتحط على تلاجة، على اي مكان في الأوضة ممكن تخليه جميل جدا، وبيخلي منظر الأوضة حلو، وديكور للحيطة ما بيتكلفش غير 3 جنيه بس اللي هو حق الفرخ. وشكرا.